صح ونادي وحسينا وضمها مولاي وقال هذا آخر تشقت الجيل وحسين وحسين وتوجه الحسين إلى الميدان وين شايل يا ولد كسرت أعمدة الخيام والحسين بين الصفوف يقاتل قتال الأبطال ودار العسكر على حسين ناس الغر ماحونا سمعوا عليه أربعة فرق فاشتج بالحسين الشمس تسهره يا الله يا رسول الله ويا فبينما الحسين كذلك إذ نادى ابن سعد من ينزل إليه ويريحه فنزل إليه الشباب
ناصر الراس وابي حسين ولدي حسين جاء الزينب يا جد الشمس جد الشمال حزب السن نحرى يا جد الشمال يا جد بالعجل خفر الزهرة تجت الضوء ضلع هلتك السهر يا جد ما وشاف الموت روعه بعد روعه يصد لعياله وتسكب دموعه يخاف بعد عن التيسر بعد ايش عندي زينب بقيت محيره وصف جبلتي لا عباس شخصك بالأمس ما حلا يشوفها